بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 40. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع لقائنا نرحب بشيخنا الكريم، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في بيان أن الفصل بين عباداتنا وعبادات من قبلنا أمر مقصود للشارع. قال سعيد بن منصور حدثنا أبو معاوية حدثنا الصلت بن بهرام عن الحارث بن وهب عن أبي عبد الرحمن الصنابحي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي على مسكة ما لم ينتظروا بالمغرب اشتباك النجوم مضاهاة لليهودية، ولم ينتظروا بالفجر محاق النجوم مضاهاة للنصرانية، ولم يكلوا الجنائز إلى أهلها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. وهذا الحديث مؤكد للحديث الذي سبق في آخر الحلقة الماضية في أن المشروع للمسلمين أن يبادروا بصلاة المغرب عند غروب الشمس، ولا يؤخروها إلى أن يظلم الجو وتظهر النجوم، لأن هذا من فعل اليهود، نحن منهيون عن التشبه بهم. وألا نؤخر صلاة الفجر عن طلوع الفجر إلى أن يذهب ضوء النجوم بسبب كثرة الإسفار، بسبب كثرة الإسفار، بل إننا نعجل بصلاة الفجر في أول وقتها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، يعني في ظلمة، صليها في ظلمة. وسبق الكلام على هذه المسألة. فيه الآن من بعض الشباب أو بعض المنتسبين لطلب العلم من يشكك في صلاة الفجر، ويقول إن الناس يصلونها قبل دخول وقتها، ويضعون في هذا الشبهات، بل إنهم كتبوا في إبطال صلاة بعض الجهات، وهذا من الجهل والغرور. فإن المشروع هو أنه إذا طلع الفجر فإنه يحين وقت صلاة الفجر، وطلوع الفجر واضح، هو قال الله جل وعلا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فإذا طلع البياض المعترض في الأفق الذي لا يأتي بعده ظلمة، فهذا هو الفجر الذي يحرم الطعام بالنسبة للصائم ويدخل به وقت صلاة الفجر، وهو أمر واضح يتبين، يعني كل يرى الفجر إذا ظهر في الأفق، علامة واضحة ليس فيها خفا. فلماذا نؤخر إلى أن يظهر الإسفار ونتشبه بالنصارى وقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فينبغي لهؤلاء أن يتنبهوا لهذا الأمر، وأن لا يتكلموا في أمور العبادات ويغرروا بالناس بغير بناء على فهمهم القاصر. نعم. قال: ولم يكلوا الجنائز إلى أهلها. هذه زيادة عن الحديث السابق. الله جل وعلا شرع لنا العناية بجنازة المسلم، في أننا نغسله ونكفنه ونحمله وندفنه في مقبرة المسلمين، ونستغفر له وندعو له. أولا نغسله،
ثم نكفنه ثم نصلي عليه. نعم. ثم نصلي عليه ثم نحمله إلى قبره وندفنه على السنة، ونستغفر له بعد الدفن وندعو له بالتثبيت. شرع لنا زيارته الزيارة الشرعية، نسلم عليه وندعو له كل ما تيسر ذلك، فهذا من محاسن الإسلام. الحمد لله. أما أنه يترك الميت لأهله ولا يكون من إخوانه المسلمين مشاركة في تشييعه ومشاركة في تجهيزه وحضور دفنه، فهذا من النقص في هذه الأمة، وهذا قد يحدث في آخر الزمان حينما تظهر القسوة في القلوب والتنافر بين الناس والانشغال بالدنيا والغفلة عن الآخرة. نعم. ومن حقوق المسلم على إخوانه المسلمين قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا مات فاتبعه، يعني شيع جنازته. نعم. إذن أن لا يترك الناس جنازة أخيهم إلى أهله. أي نعم. ويساعدهم عليه، هذا أمر شرعي مقصود. مقصود نعم، وفيه أجر عظيم. نعم. صلى الله عليه. وفقده فقد للجميع، ومصيبته مصيبة للجميع، هم على أهله فقط. نعم. قال رحمه الله: وقال سعيد بن منصور حدثنا عبيد الله ابن إياد ابن لقيط عن أبيه عن ليلى امرأة بشير ابن الخصاصية قالت: أردت أن أصوم يومين مواصلة أو مواصلة، فنهاني عنه بشير وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاني عن ذلك وقال: إنما يفعل ذلك النصارى، صوموا كما أمركم الله، وأتموا الصوم كما أمركم الله، وأتموا الصيام إلى الليل، فإذا كان الليل فأفطروا. وقد رواه أحمد في المسند. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فعلل النهي عن الوصال بأنه صوم النصارى، وهو كما قال صلى الله عليه وسلم، ويشبه أن يكون من رهبانيتهم التي ابتدعوها. نعم، كما سبق أنه نهي عن الوصال، وهو أن يواصل بين يومين بالصيام ولا يفطر بينهما، وأن هذا صيام النصارى، ونحن منهيون عن التشبه بهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله معلقا على ذلك: ولا يبعد أن يكون هذا من رهبانيتهم التي نهينا عن التشبه بهم فيها في قوله صلى الله عليه وسلم: لا رهبانية في الإسلام. نعم. قالوا: عن حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها ولم يجامعوها في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله عنهما فقال: يا رسول الله، إن اليهود تقول كذا وكذا، أفلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما، فخرج فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل في آثارهما فسقاهما، فعرفنا أنه لم يجد عليهما. رواه مسلم. نعم، من القضايا التي أمرنا الله بمخالفة اليهود فيها تشددهم في مسألة الحائض، وكان اليهود يتشددون في اجتناب الحائض، فلا يؤكلونها ولا يشاربونها ولا يأكلون مما صنعته. فالله جل وعلا شرع لنا أننا نخالف اليهود في هذا الأمر، وأن نتجنب الحائض في شيء واحد، وهو الوطء في الفرج. الوطء في الفرج، اعتزل النساء في المحيض، يعني محل خروج الحيض. ولا بأس أن يستمتع الرجل بزوجته الحائض في جسمها ويضاجعها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يضاجع نساءه في حالة الحيض، ويأمرهن بالاتزار، يأمرهن بالاتزار فيباشرهن، وهذا من اعتدال هذا الدين ورفع الحرج عن هذه الأمة.
فالله لم يأمرنا إلا بشيء واحد وهو اجتناب أو لم ينهنا عن إلا عن شيء واحد وهو جماع الحائض في فرجها. أما جماعها في غير فرجها والمباشرة والاستمتاع بها والأكل مما طبخت وغسلت وباشرت وكل هذا مما أباحه الله لنا، فهذا من مخالفة اليهود ومن وسطية الإسلام واعتدال الإسلام في أمر الحائض. لكن لما أراد بعض الصحابة أن يزيدوا في الأمر ويشتدوا في الأمر وقالوا نترك حتى جماعها، قالوا نجامعها، قالوا نجامعها في الفرج مخالفة لليهود، يفعلون شيئا محرما من أجل مخالفة اليهود. اليهود في هذا على حق في كونهم لا يجامعونها، فنحن لا نترك الحق وإن كان اليهود عليه، فكونهم يتركون جماع الحائض في فرجها هذا حق، فنحن لا نتركه ونقول هذا مخالفة لهم، لأنهم وافقون، هم وافقون في هذه المسألة أن هذا حق. فلما هم بعض الصحابة أن يجامع الحائض يفعل المحرم علشان يخالف اليهود، غضب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، لكن غضبه لم يصل إلى حد الهجر في حقهما رضي الله عنهما، بدليل أنه دعاهما وسقاهما من اللبن. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فهذا الحديث يدل على كثرة ما شرعه الله لنبيه من مخالفة اليهود، يعني لقولهم ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه. نعم، وهذا من رحمة الله وإظهار هذا الدين، وأن يتميز ولا يختلط بالأديان السابقة، لأنه دين متميز حاكم على الأديان. نعم. ثم إن المخالفة كما سنبينه تارة تكون في أصل الحكم وتارة تكون في وصفه. نعم، المخالفة تكون في أصل الحكم بألا نحدث البدع التي أحدثوها كالموالد مثلا، وإحداث عبادات كالرهبانية التي ابتدعوها ما كتبها الله عليهم. وقد يكون الأمر مشروعا لكن هم زادوا فيه، كالصيام مثلا، الصيام مشروع لكنهم زادوا فيه فصاروا لا يفطرون حتى تشتبك النجوم، فهم زادوا على العبادة، هذا وصف زايد على المشروع، فنحن نخالفهم في الحالتين، فيما أحدثوه من الدين وفيما زادوه على الدين المشروع. نعم. قال: ومجانبة الحائض لم يخالفوا في أصله بل خولفوا في وصفه. نعم، مجانبة الحائض، الله جل وعلا قال: فاعتزلوا النساء، نحن مأمورون باعتزال الحيض لكن ما هو في كل شيء. نعم، وإنما بالجماع في الفرج، اعتزلوا النساء في المحيض، ما قال اعتزلوا النساء مطلقا بل قال في المحيض. اليهود اعتزلوا النساء في الحيض من جميع وجوه الاعتزال. نعم. قال: حيث شرع الله مقاربة الحائض في غير محل الأذى. نعم، وهو مخرج الدم. فلما أراد بعض الصحابة أن يعتدي في المخالفة إلى ترك ما شرعه الله تغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا المخالفة لا يجوز أن تزيد عن الحد المشروع بأن نترك واجبا أو نفعل محرما ونقول هذا مخالفة لليهود. نعم. قال: وهذا الباب، باب الطهارة، كان على اليهود فيه أغلال عظيمة، فابتدع النصارى ترك ذلك كله. كان اليهود والنصارى على طرفي نقيض في مسألة النجاسة، فاليهود يتشددون في مسألة النجاسة حتى إنهم يقطعون الثوب الذي فيه نجاسة ولا يغسلونه، يشقونه، وهذا من الآثار والأغلال التي عاقبهم الله بها. بينما النصارى يتساهلون في أمر النجاسة، بل يتقربون إلى الله بالنجاسات والتلوث بالنجاسات، ويعتبرون هذا من التواضع والعبادة. الله جل وعلا شرع لهذه الأمة إزالة
النجاسة، وذلك بغسلها في الماء، لا بقطع الثوب وإفساد الثوب، ولا بالتساهل فيها كما تتساهل النصارى فيلابسون النجاسات ويعتبرون هذا من الدين عندهم. نعم. قال: فهدى الله الأمة. قال: ابتدع النصارى ترك ذلك كله حتى إنهم لا ينجسون شيئا بلا شرع من الله، فهدى الله الأمة الوسط بما شرع. ولذلك يأكلون الخنزير. نعم. ولذلك النصارى يأكلون الخنزير وهو من أقذر الحيوانات وأنجس الحيوانات. نعم. الله جل وعلا يقول: فإنه رجس، أو لحم خنزير فإنه رجس، فهم يأكلون الرجس النجس، على العكس من اليهود الذين يتشددون في النجاسات حتى إنهم يتلفون الثوب ويشقونه من أجل إزالة النجاسة منه. نعم. فلا إفراط ولا تفريط. نعم. قال: فهدى الله الأمة الوسط بما شرع لها إلى وسط من ذلك، وذلك بإزالة النجاسة بالماء. نعم. قال: وإن كان ما كان عليه اليهود كان أيضا مشروعا، فاجتناب ما لم يشرع الله اجتنابه مقارنة لليهود، وملابسة ما شرع الله اجتنابه مقاربة للنصارى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ترك ما شرعه الله من أجل مقاربة النصارى، أو فعل ما حرمه الله مقاربة لليهود، كلا الأمرين لا يجوز، كلا الأمرين لا يجوز. فنحن نترك المحرم ونفعل الواجب ونخالف الطائفتين في هذا الأمر. نعم. هو بيّن كما أشرتم أن الأمة وسط، فاليهود مثلا يأكلون الربا وهو من أشد المحرمات. نعم. نحن نخالفهم في هذا، نخالفهم في هذا. المشركون يأكلون الميتات، نحن نخالف المشركين في هذا. النصارى يأكلون الخنزير الذي هو أقذر الحيوانات وأنجس الحيوانات، فنحن نخالف هذه الطوائف. وديننا دين الوسط والاعتدال والنزاهة. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وعن أبي أمامة عن عمرو بن عبسة قال: كنت وأنا عبسة عن عمرو بن عبسة قال: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة، فإنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان. قال: فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا أو يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قومه، فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة، فقلت له: ما أنت؟ قال: أنا نبي. فقلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. فقلت: بأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. فقلت له: من معك على هذا؟ قال: حر وعبد. قال: ومعه يومئذ أبو بكر وبلال. فقلت: إني متبعك. قال: إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك، فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. قال: فذهبت إلى أهلي، وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وكنت في أهلي، فجعلت أتخبر الأخبار وأسأل الناس حين قدم المدينة، حتى قدم نفر من أهل يثرب من أهل المدينة، فقلت: ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ فقالوا: الناس إليه سراع، وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك، فقدمت المدينة فدخلت عليه، فقلت: يا رسول الله، أتعرفني؟ قال: نعم، أنت الذي لقيتني بمكة. قال: فقلت: يا نبي الله، أخبرني عما علمك الله وأجهله، أخبرني عن الصلاة. قال: صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس، حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صل، فإن الصلاة مشهورة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة، فإن حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصل، فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. وذكر الحديث، رواه مسلم. هذا حديث عظيم وفيه فوائد عظيمة، وهو حديث عمرو
بن عبسة السلمي ويكنى أبا نجيح رضي الله عنه رضي الله عنه، فيه أن هذا الرجل كان يكره عبادة الأوثان في الجاهلية، ويرى أن الناس ليسوا على شيء وليسوا على دين صحيح، وهذا بموجب الفطرة التي فطره الله عليها. وكان أناس أفراد من أشكاله ممن تجنبوا عبادة الأوثان، مثل عمرو بن مثل زيد مثل زيد بن عمرو مثل سعيد بن زيد مثل سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل مثل عمرو بن نفيل نعم والد سعيد بن زيد عمرو بن نفيل، ومثل ورقة بن نوفل، ومثل سلمان الفارسي، ومثل قس بن ساعدة الإيادي وغيرهم، أناس أنكروا عبادة الأوثان وبقوا يتعبدون على بقية الحنيفية ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ومنهم من يكون على دين عيسى عليه الصلاة والسلام الذي لم يحرف ولم يغير، حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم. ومن هؤلاء عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه، أنه لما سمع ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وكان يكره ما عليه المشركون فرح ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، فجاء ووجد الناس عليه متآمرين في مكة، وأنهم قد تكالبوا عليه، وأنه كان يختفي في دعوته، وهذا في أول ما بعثه الله، فعمل الحيلة حتى وصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ودخل عليه فسأله من أنت؟ فقال أنا نبي. قلت وما نبي؟ قال أرسلني الله. قلت بأي شيء أرسلك؟ قال أرسلني بصلة الأرحام وعبادة الله وحده وكسر الأصنام وعبادة الله وحده لا شريك له. فوافق هذا ما عند عمرو ما عند عمرو بن عبسة من 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 الشوق إلى الدين الحق، وافق ما عنده من الرغبة، فأراد أن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول رحمة به قال له إنك لا تستطيع ذلك، وأنت ترى ما بيني وبين الناس. وسأله عمرو عما من تبعه على هذا الأمر، قال حر وعبد. وكان معه يومئذ بلال بن رباح رضي الله عنه وأبو بكر الصديق رضي الله عنه، هذا أول من كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم، هذان الرجلان رضي الله عنهما. فأراد أن يتبعه ويكون معهم، قال صلى الله عليه وسلم إنك لا تستطيع وأن ترى، هذا من الرحمة به والرأفة به، وهذا يدل على التدرج في أمر الدين، فلكن ارجع فإذا سمعت بي قد ظهرت فهلم. فذهب الرجل على إيمانه وعلى تصديقه بالرسول صلى الله عليه وسلم، ثم لما سمع بهجرته عليه الصلاة والسلام إلى المدينة سأل من جاء من أهل المدينة هذا الرجل الذي قدم عليكم، فأخبروه أن قومه أرادوا أن يقتلوه، يعني أهل مكة أرادوا أن يقتلوه، كما في قوله تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، فنجاه الله منهم وهاجر إلى المدينة، ففرح بذلك وقدم على الرسول صلى الله عليه وسلم، فوجد الناس يسرعون إليه، وأن الله قد نصره وأظهره، وحصل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم يوم كان في مكة، فحصل الفرج. فجاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماذا يفعل، أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بفرضية الصلوات الخمس ومواقيتها، ثم إن أخبره بالأوقات التي لا تجوز الصلاة فيها، وهذا محل الشاهد من الحديث. نعم. فلا تجوز الصلاة بعد طلوع الفجر إلى أن ترتفع الشمس، ولا سيما عند بزوغ الشمس، لأن هذا الوقت
أنها تظهر بين قرني شيطان ويسجد لها الكفار. فإذا صلى المسلم في هذا الوقت عند طلوع الشمس فقد تشبه بالكفار، فنهي عن الصلاة في هذا الوقت سدا للذريعة ومنعا للتشبه بالكفار، فدل على تحريم التشبه بهم. ثم إنه بين له صلاة الظهر وأنها حين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، ثم بين له وقت يعني قبل الظهر بين له وقت نهي أيضا، وقت نهي آخر وهو عند قيام قائم الظهيرة على رؤوس تقوم الشمس على الرؤوس، وحينئذ تسجر جهنم، تسجر جهنم، فينهى عن الصلاة في هذا الوقت وإن كان وقتا قصيرا، ولكن ينهى عن الصلاة في هذا الوقت الثاني. الوقت الثالث بعدما يصلي العصر إلى أن تغرب الشمس، هذا ليس محل صلاة للنافلة. لماذا؟ لأنها حين غروبها تغرب بين قرني شيطان ويسجد لها الكفار، فإذا صلى المسلم في هذا الوقت تشبه بهم فيظن أنه يسجد للشمس في حين أنه يسجد لله، لكن لما كانت الصورة والوقت مقارب لما عليه الكفار نهينا عن التشبه سدا للذريعة التي توصل إلى الشرك. فهذا محل للشاهد من الحديث أن نهينا عن التشبه بالكفار حتى في أداء العبادات التي يؤدون فيها شركهم، التي يؤدون فيها شركهم وعباداتهم لغير الله عز وجل. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم. يشرح الكتاب صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نأمل أن يتجدد اللقاء وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.